جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما رأي فضيلتكم في الكتب التالية؟ إحياء علوم الدين للإمام الغزالي. هذا كتاب كان يحذر منه أهل العلم لما فيه من الصوفيات وما فيه من الفلسفات وما فيه من الكلام الذي فيه خطر على عقيدة المسلم، وإن كان فيه شيء من الوعظيات ومن الفوائد، ولكن الذي ليس عنده تمكن من معرفة هذه الأمور لا ينبغي له أن يقرأ في هذا الكتاب. إنما طلبة العلم المتمكنون لا بأس أن يقرأوا فيه ليستفيدوا مما فيه من الفوائد ويتجنبوا ما فيه من الأمور المخالفة. نعم.